عجب، لا عجب أيها الإخوة، لا عجب عندما نرى هذا العدد من الإخوة الذين تفاعلوا داخلياً مع هذه المدائح بالبكاء. فعلى قدر حب المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون التعلق بذكراه عليه الصلاة والسلام، والتفاني في حبه والشوق إليه صلى الله عليه وسلم. الشكر كل الشكر لفرقة أبي صبطين للمادحين أمان قولي موسى وصالح ماله على هذا الأداء. أيها الإخوة، صلوا وسلموا على رسول الله، زيدونا صلاة لرسول الله. الله أكبر. كيف هذه الجموع أيها الإخوة تتفاءل، وكيف هذه المحبة تظهر بهذا الشكل؟ فنحن حقا في البلد المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أدري الإخوة الذين يتابعوننا الآن عبر الإعلام، عبر الفضائية التشادية مباشرة، أكيد أنهم رأوا أيضا تفاؤل الأخوات خلف المسجد في الباهة الخلفية للجامع الكبير، هن أيضا يتابعن هذا الاحتفال، وقد رصدت لهن بعض من الشاشات لمتابعة هذا الاحتفال، يرون هذا الحفل كما أنتم ترونه أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. احتفالنا لهذا العام فريد هو الآخر من نوعه. أيها الإخوة، ليس هناك مكان، نرجو من الإخوة الذين أتوا أن يصبروا ولو في الحر لحظات، وسنصل إلى نهاية هذا الاحتفال. أيها الحفل الكريم، معالي أمين الدولة في إدارة الأراضي، ممثل فخامة رئيس الجمهورية، السادة الحضور، الحفل الكريم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد هو الجهة المسؤولة عن شؤون الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. فالمجلس هنا في العاصمة وعبر فروعه في الأقاليم وبقيادة رئيسه فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن بكر، استطاع المجلس خلال هذه الفترة أن يضبط العمل الدعوي الإسلامي، وأن يحافظ على الموروث الإسلامي لهذا البلد، هذا الموروث المتمثل في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف الإسلامي، الموروث الذي نحن الآن أيضا إحدى فقرات هذا الموروث، وهو المولد النبوي الشريف الذي حافظ عليه المجلس ويدعو الناس للاحتفال بهذا الشكل. مزيد من التفاصيل أيها الحضور الكريم، أدعو مفتي العام للجمهورية، المفتي العام للجمهورية فضيلة مولانا الشيخ أحمد النور محمد الحلو، أدعوه بكل أدب واحترام مسددا وموفقا إلى المنصة لتقديم كلمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التي تتمحور حول شعار هذا العام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني المحتفلون بهذه المناسبة الغراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعار الاحتفال كما هو خلفي قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية من الآيات المحكمة واضحة الدلالة، لا يكاد يخفى مدلولها على أحد من هذه الأمة،
أنها تأمر الناس أن يلتفوا حول كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، أنا في هذا العام لا أريد أن أتكلم كثيرا، ولكن أقف عند الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع. وقف وحوله أصحابه رضي الله عنهم، وقد ناف عددهم على 100,000، كلهم يشاهدونه عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليهم، يقف أمامهم في مكان عال ينظر إليهم يمنة ويسرى وأماما، بل وينظر خلفه عليه الصلاة والسلام، وفيهم سيدنا أبو بكر الصديق، وفيهم عمر الفاروق، وفيهم عثمان بن عفان، وفيهم علي بن أبي طالب، وفيهم بقية العشر المبشرون بالجنة، كلهم دانوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ودانوا له بالنبوة، ودانوا له بالفضل، كلهم يسمعون كلامه. فنظر إليهم وأراد أن يحملهم هذه الأمانة، أراد أن يحملهم أمانة الإسلام، فنظر إليهم وهو يعلم أن هذا آخر لقاء معهم، فنظر إليهم وقال: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ توجه إليهم بهذا الكلام: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، يخاطب أصحابه، يسألكم الله عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا كلهم: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. نحن أيضا اليوم نعاهده بأننا سنشهد له يوم القيامة، ونضم صوتنا إلى أولئك الأبرار، ونقول: يا رسول الله، قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، سنشهد لك بهذا يوم القيامة، فنسألك يا رسول الله أن تكون لنا شفيعا. يا أكرم الخلق، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوز به سواك عند حلول الحادث العامم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذ الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إخواني، شعار هذا العام واضح، ولذلك أنا لا أعرج عليه كثيرا، وإنما أقول لكم، أقول لكم هذا المولد النبوي الشريف الآن من لم يدرك فقد أدرك أنه صار من شعائر الإسلام، أنه صار من القواعد التي بها يستطيع الداعية أن ينشر الدعوة الإسلامية، التي من خلالها يستطيع العالم
أن يوصل رسالته التي أناق الله سبحانه وتعالى رقبته بها. يستطيع العالم من خلال هذا المولد النبوي الشريف أن يعرف الأمة بنبيها الذي كان يعرف هو نفسه بنفسه. كان يقول: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا نبي الرحمة. كان هكذا يعرف نفسه للناس. فأمته واجب عليها أن تنشر تلك الأخلاق حتى يعرف الناس تلك الرسالة التي جاء بها، حتى يعرف الناس أن الإسلام ما جاء إلا للحياة، أن الإسلام ما جاء إلا للطمأنينة، أن الإسلام ما جاء إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة. تجلى مولد الهادي وعمد بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. فقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا. وضاعت يثرب الفيحاء مسكا، وضاع القاع أرجاء وطابا. أبا الزهراء قد جاوزت غدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجابا، وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. كأن النحس حين جرى عليهم أطار بكل مملكة غرابا. بنيت لهم من الأخلاق ركنا فخانوا الركن فانهدم اضطرابا. ولو حفظوا سبيلك كان نورا، وكان من النحوس لهم حجابا، وكان جنابهم فيها مهيبا، ولا الأخلاق أجدر أن تهابا. فلولاها لساوى الليل ذئبا، وساوى الصارم الماضي قرابا. إخواني، نحن اليوم نفتخر بهذا المولد، نبي خصنا الله به وخصه بنا، جعلنا من أمته، اختاره لنا واختارنا له عليه الصلاة والسلام. ولذلك بشراكم، أقول بشراكم، حافظوا على هذا التراث، حافظوا على هذا المبدأ، فإن علماء الإسلام قد استفادوا من مثل هذه التجمعات، حيث استطاعوا من خلالها أن يعرفوا من لم يعرف الإسلام بالإسلام. فكونوا على هذا المستوى. وأنا على أي حال لا أقول لكم كلمة، ولكن أقول لكم: هناك عهد، وهناك ميثاق سيتركه لكم آباؤكم وعلماؤكم، فهل أنتم محافظون عليه؟ هناك عهد وميثاق سيتركه لكم آباؤكم وإخوانكم من علماء هذا البلد، فهل أنتم تستطيعون أن تقوموا بهذا العهد والميثاق؟ قولوا: نقوم بهذا العهد والميثاق، نحتفل بهذا المولد، نحتفل بهذا المولد، نمدح سيدنا رسول الله، نبين سيرته للناس، نبين أخلاقه للناس، نقول لسيدنا رسول الله: نحن أمتك يا رسول الله. جاء سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سأله سيدنا عطاء ابن يسار، قال له: هل وردت صفة نبيكم في التوراة؟ قال له: أجل، والله لقد وردت صفاته. ثم قال: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق،
ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وفي رواية أخرى: ولا قوال للخنا أسدده لكل جميل، وأهب له كل خلق كريم، أجعل السكينة لباسة، والبر شعارة، والحكمة مقولة، والعفو والمعروف خلقة، والصدق والوفاء طبيعته، والعدل سيرته، والإسلام ملته، وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأعرف به بعد النكرة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بين قلوب متفرقة وأهواء مشتتة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. هذه هي الأمة المباركة. فنسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، ونسأله تعالى أن يجمعنا جميعا يوم القيامة تحت لوائه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمع بعدها أبدا. أيها الإخوة الأعزاء، هناك من أبناء الأمة من يحرض الناس ويقول لهم مثل هذه الاحتفالات لا تحتفلوا بها. نقول لهم مثل هذه الكلمات قد جاوزها الزمن، قد جاوزها الزمن وعفى عليها الوقت. الآن الاحتفال صار ضرورة يعرفها الصغير والكبير، فكونوا على هذا. ونسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في وقت سعيد. وأنا من هذه المنصة أهنئ الأخ رئيس الجمهورية الذي بعث لكل الدول الإسلامية ببرقية هنأهم بها بقدومي وبحلول هذا المولد النبوي الشريف. أرسل رسائل إلى كل رؤساء الدول الإسلامية، أرسل إليهم رسائل وهنأهم وتمنى لهم الخير ببركة هذا النبي. أنا أقول هنا للأخ وزير الدولة ممثل فخامة رئيس الجمهورية، أقول له نسأل الله تعالى أن يبارك في هذا البلد، وهذا البلد طالما فيه هذه الوجوه وهذه الاحتفالات وهذه الخيرات إن شاء الله لا يصيبه مكروه، وكل من أراده بمكروه فإن الله سبحانه وتعالى سيرد كيده في نحره. أسأل الله أن يبارك لي ولكم، أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم، وأن يجعلنا من المخلصين لنبيهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه في هذه الدنيا ويوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.